الموسم المقبل. أولمبيك خريب جاعان للبقاء في قسم الأضواء الموسم الماضي، وهو اليوم يسعى للبصم على مسيرة موفقة. استعدادات لوسيكا ومستجدات الفريق الخريبجي في روبورتاج خالد نجراوي. التأهب لموسم كروي جديد انطلق منذ أيام لدى فريق أولمبيك خريبجا. الحملة دشنها المكتب المسير بانتدابين بارزين، حارس المرمى أمين برقادي والمهاجم المجرب راشيد تبركانين، والاهتمام منصب على تطعيم باقي المراكز. المجموعة إن شاء الله خاصة من ناحية اللاعبين الأجانب قاعدين مركزين، نحاول أكثر ما يمكن باش نتلافى الأخطاء اللي وقعنا فيها في الموسم الفارط. لازم يكونوا اللاعبين الأجانب سيبلي وعطين الإضافة، معناها عطين الإضافة، لازم يكونوا مقتنعين ووفر لهم أفضل الظروف باش الاختيار متاعنا يكون صايب. العناصر الوافدة على الفريق الأول وأخرى قيد التجريب ستجد نفسها مدعوة لتقديم إضافة نوعية، إلى جانب عناصر أخرى من أمل الفريق منحت فرصة الدفاع عن ألوان الأوسيكا. لاعب كرة القدم التغيير هو ديما كيكون شيء إيجابي، خاصة إلى انتقلت من فريق اللي ديما عنده مشاكل لا مادية لا لوجستيكية لا، وتمشي الفريق اللي يعني فيه استقرار على جميع المستويات. كنظن ان اي لاعب كيقلب على هذه المسائل، هذه الاستقرار المعنوي الاستقرار المادي، الشيء اللي كنظن انه في اولمبيك خريبكا. كنتمنى نعطي الاضافه لهذا الفريق وما نعاودوش المأساة اللي كان يعيشها الفريق السنة الفارطة. هذا الموسم ما نعاودوش ان شاء الله يتكرر نفس الاخطاء اللي وقعوا العام اللي فات، وان شاء الله هذا العام اولمبيك خريبكا غادي يقول الكلمه ديالو ان شاء الله، وغادي يحقق نتائج ايجابيه، وغادي نكون عندنا حصن ضمن جمهور خريبكا ان شاء الله. معاناة الموسم الماضي جعلت العمل ينصب اكثر على تجنب اعادة نفس السيناريو هذا الموسم، رغبا انخرطت فيها جل مكونات الفريق الخريبكي. الحمد لله جيت في هذه الفرقة استقبلوني تخي تخي بيا، ونتمنى نديرو شي نتيجة مزيانين. حنا بدينا هاد لابريباراسيون، انا بيان كومونسي اون فايسيد بيان كومونسي الشامبيونا بور بيان فينير ان شاء الله. مي لاكوي اتي تخي تخي شالورو، جو رميرسي دايور لا ديريكسيون لي سوبورتير لي جوار اي لو ستاف بور لور اكوي. انتظارات جماهير الأولمبيك ستكون كبيرة الموسم المقبل في الدوري الاحترافي، فهل ستوفق التركيبة البشرية الشابة في الإجابة عن تساؤلات المرحلة المقبلة؟